السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي. هنتكلم النهاردة عن أحداث الحلقة 10 من مسلسل نسل الأغراب، فابقوا معنا ولا تبخلوا علينا بالاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. في البداية بس يا جماعة، عايز أقول لكم على حاجة، إن إحنا بنرصد أحداث الحلقة اللي فاتت وبنقول توقعات بسيطة للحلقة القادمة. خلصت أحداث الحلقة اللي فاتت على غفران وهو بيهجم على عساف وهو قاعد مع الغجر، لكن ابنه حمزه مسكتش هو كمان وجري، وقعدت امه جليله تقول له ما تمشيش انت واخوك، ما تمشيش انت واخوك، هتروح تضرب في ابوك عساف. واخوه يقول له انا راح اساعد ابويا غفران، وراحوا هما الاثنين عشان يساعدوا ابوهم غفران، لكن عساف شاف ابنه حمزه وقال له انت عايز تمد ايدك على ابوك يا حمزه؟ قال له انا جاي اساعد ابويا غفران ومش هسيبك. قال له انا كمان مش هسيبك، بس هسيبك دلوقتي عشان انت ابن وضنايا. لكن بعد كده اخوه نميري دخل مع عساف، وكان هو جاي مع غفران، لكن قعد يساعد اخوه عساف عشان غفران ميضربوش، وقعد يقتل معاه. لكن كمان اللي حصل ان الضابط علي هجم عليهم في الاخر بعد ما قعد يضربوا بعض فترة طويلة وموتوا بعض. دخل الضابط علي لقى غفران مشي وانسحب من المعركة هو وعساف، وبعد كده هجم على غفران وقعد يمسك فيه ويتخانق هما الاتنين مع بعض، لكن جليل قعد تحجز ما بينهم، وعلي قعد يقول له ما استنيتنيش ليه عشان اعرف احل ما بينك وبين عساف؟ قال له انا استنيتك بما فيه الكفايه وعايز اخد حقي. ومسك في غفران وجليله حجزتهم بينهم هما الاثنين الا ومعاون المباحث داخل، وبيقول لهم اهل البلد اعترف ان هما هجموا على الغجر وان غفران ما كانش معاهم، فعالوا قال له ماشي انا مش هسيبك، وراح جاي اخد بعضه وماشي مع المباحث. وفي مشهد تاني ظابط المباحث علي ومعاون المباحث والمأمور قعد يستوجبوا في اهل البلد، وقعد يستوجبوا فيهم ويسألوهم غفران كان معاكم وليه هجمتم على الغجر؟ قال له يا فندم احنا هجمنا على الغجر لوحدنا وكان في مشاكل ما بيننا ومن بعض. قال له يعني غفران ما كانش معاكم؟ قال له يا فندم غفران ما كانش معانا. والمشهد اللي بعد كده مرات نميري قعدت تعيط وتقول سعادة ازاي نميري يروح يساعد عساف اخوه، ده غفران مش هيسيبنا. وسعادة يقول لها ده كان رايح مع غفران ازاي يسيبه وراح يضرب مع اخوه عساف، انا فعلا مش هنساه له الحركة ديت. والمشهد اللي بعد كده عساف كان فرحان ان نميري وقف جنبه وقعد يتخانق معاه مع غفران. والمشهد اللي بعد كده بكر راح لعساف تاني وقال له ايه رأيك احنا وقفنا معاك اهوت، فرد عليه انا برضو مش واثق فيك يا بكري ومهما عملت. قال له ازاي ده احنا مصلحتنا واحدة؟ قال له ماشي الايام بيننا وهنشوف مصلحتنا مع مين بالظبط. وفي مشهد تاني عساف نزل عند شامية وراح لها في مكانها اللي هو مخبيها فيه، وقعد يقول لها شفت ابن غفران عمل ايه؟ قالت له تستاهل عشان انت مش عايز توديني لابني، مش عايز توصل ابني ليا. قال لها برضه مش هوديكي ليه وهقتلك الا لما تقولي لي فين مكان الذهب الاول. قلت له برضه مش هقول لك، لو قعدت 100 سنه هنا كمان على عمري برضه مش هقول لك. قال لها خلاص يبقى انت اخترت قتلك. قالت له محدش بيقتل ميت يا عساف. وفي مشهد تاني سعاده بيروح لغفران وبيقول له انا عايزك تسامح منيري، فقال مش هو اللي بعنه وراح لغفران، خليه يستاهل بقى اللي يشوفه. وبعد كده غفران وقف مع سعادة وقعد يقول له العركة لسه مخلصتش وهنهجم عليهم تاني الليلة. على عساف وهو بيتصل على غفران بيقول له عايزين نقعد مع بعض، وشكلهم في الاخر عايزين يتفاوضوا على جليلة وحمزة، لإما يديله جليلة وحمزة لعساف لإما غفران ياخد امه، لكن معاون المباحث ورئيس المباحث مش هيسكتوا على الكلام دوت، هيبدأوا يتحروا في الامر لغاية ما يشوفوا مين اللي هجم على التاني الاول. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لتشاهدوا المزيد من الفيديوهات إن شاء الله.